طيب الكاف النهارده كمان اعلن ان في ديسمبر 2023 تحديدا يوم 11 ديسمبر المغرب هتستضيف جائزه ذا بيست، حفل تقديم الافضل في مسابقات الاتحاد الافريقي وافضل لاعب محترف وافضل لاعب افريقي في هذا العام، وتحديدا هتكون الجائزه على المنافسات اللي بدات من شهر 9/2022 حتى شهر 6/2023. الجوائز بتشمل ايه؟ افضل لاعب، افضل لاعب شاب، افضل فريق، جائزه مدرب العام، افضل نادي، افضل هدف، وكمان افضل لاعبه. الجائزه دي اتعملت السنه اللي فاتت وهتتعمل السنه دي، ومرشح طبعا النادي الاهلي يكون موجود على الاقل في 3 جوائز: افضل نادي، افضل لاعب، افضل مدرب. 3 جوائز مهمه جدا. النادي الاهلي باذن الله هيكون له نصيب الاسد في الحصول على هذه او على يعني الجوائز دي كلها في حفل الكاف في المغرب يوم 11 ديسمبر. طبعا الناس كلها بتتكلم على اختيار التوقيت، ان توقيت غير مناسب، الاهلي مرشح للحصول على اكتر من جائزه في المغرب، وفي نفس الوقت الاهلي هيكون مرتبط بكاس العالم للانديه في جده بالمملكه العربيه السعوديه، والبطوله هتبدا يوم 12، بس طبعا الاهلي مش هيشارك 12، الاهلي هيبدا حوالي 14 اعتقد، لانه رايح البطوله كبطل افريقيا، فهيلعب من الدور الثاني مش من الدور الاول يوم 11، فيلعب يوم 14. فباقي ثلاث ايام، يعني الفرق ما بين الحفله واول مباراه للاهلي 72 ساعه. هل ممكن بقى يكون في حضور لمارسيل كولر، لكابتن الفريق، عضو من مجلس اداره النادي الاهلي؟ يمكن المره اللي فاتت كان حضر المهندس خالد مرتجي نفس الحفل ده في المغرب، لان الاهلي وقتها كان مرتبط بمنافسات، فساعتها الاهلي يمكن اكبر جائزه واهم جائزه خدها محمد الشناوي كاحسن لاعب في مسابقات افريقيا. ف 72 ساعه ما بين اول مباراه للاهلي في كاس العالم مع حفل الكاف يوم 11 ديسمبر، هنشوف ده الفتره الجايه هل ممكن هيكون في حضور ولا لا بالنسبه لحفل الكاف. طيب.